النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. محمود طاهر ممثلا عن مصر في لجنة الأندية بالكاف. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الوداد. وإكرامي يتعافى وجاهز لنهائي أفريقيا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اختيار محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في عضوية لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي في تشكيلها الجديد. وتم اختيار طاهر من بين رؤساء الأندية المصرية ليكون ممثلا لمصر في اللجنة المسؤولة عن مسابقات الأندية في القارة السمراء وكذلك نظام حصول الأندية على رخص الاحتراف. ويتولى تونسي طارق البشماوي رئاسة لجنة الجديدة فيما يتولى الموريتاني أحمد يحيى منصب النائب الأول والسوداني جعفر المعتصم في منصب النائب الثاني. إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2013 الأهلي المصري صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة الله عليك تسلم رجليك. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكه يلا يا ولد فرح المصريين يا ابو تريكه وادي الكوره عبد الله يسدد وابو تريكه الكوره بتحبه الكوره بتكفه سلام حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني يا الاهلي حديد الاهلي حديد ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيمبي ولا تقول لي حاجه ده النادي الاهلي الذي امامنا كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ومن المقرر أن يسافر الفريق الأول إلى مدينة برج العرب للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة على أن يخوض تدريبه الأساسي يوم الجمعة على الملعب الرئيسي لبرج العرب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بيك، إيه آخر أخبار تدريب النهاردة؟ في نفس اللحظة اللي أنا بكلمك فيها من فيروز أنهى كابتن حسام البدري تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه استعدادا لمباراة الوداد يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. نعم، طب إيه تفاصيل التدريب يا حازم؟ قبل المران كابتن حسام البدري عقد محاضره فنيه مع لعيبه الاهلي حدد خلالها نقاط القوه والضعف في فريق الوداد وشدد كابتن حسام على اهميه تحقيق نتيجه طيبه ان شاء الله باذن الله تساعد الفريق في مباراه العوده. كابتن حسام اتكلم كمان ان الفرقتين اصبحوا كتاب مفتوح لبعضهم سبق وان انتقل الفريقين في دور المجموعات وتبادلوا الفوز خلالها 2-0. بدا المران كالمعتاد بتدريبات بدنيه واحماء هي التدريبات اللي قادها الكابتن انيس الشعلالي مخطط الاحماء والفقره دي استمرت حوالي نص ساعه. بعد كده قد الفريق تدريبات بالكره وتنفيذ بعض الجمل التكتيكيه والخططيه. في الوقت الحالي انهى الكابتن حسام التقسيمه استمرت حوالي ساعه الا ربع. شارك فيها جميع اللاعبين سواء المقيدين افريقيا او غير مقيدين. شارك فيها كمان احمد فتحي وعبد الله السعيد وظهروا بشكل طيب جدا هم احنا عارفين كلنا ان هم غابوا عن مواجهه النجم واصبح الثنائي جاهز ان شاء الله باذن الله بنسبه 100%. ايضا شريف اكرامي شارك وادى التدريب كامل وكان ظهر بشكل كويس جدا. هو على هامش المران بس ادى الثنائي جونيور اشاييه ومؤمن زكريا تدريبات استشفائيه وتاهيليه هو عندهم شعور بالاكاد شويه لكن هيشاركوا ان شاء الله باذن الله في مران الغد بشكل طبيعي.
الفريق ان شاء الله باذن الله هيتجمع بكره الساعه 10 صباحا ويسافر برج العرب، وهيكون التدريب بكره الساعه 7 مساء على الملعب الرئيسي في برج العرب. نعم، حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. أفريقيا، فأكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزيته لخوض مباراة الوداد المغربي. وتعافى إكرامي من إصابة في العضلة الضمة والتي تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن بعثة فريق الوداد المغربي ستصل إلى برج العرب اليوم الأربعاء بطائرة خاصة. وأضاف شمس أن الوداد فضل الحضور إلى مصر بطائرة خاصة نظري لعدم وجود خطوط طيران مباشر بين المغرب وبرج العرب، فرفض الفريق المغربي الحضور للقاهرة واستقلال الحافلات إلى الإسكندرية. أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الفريق سيسافر إلى المغرب عبر خطوط الطيران العادية، خاصة وأن هناك طيران مباشر من القاهرة للمغرب. وشدد شمس أنه كان هناك اتجاه للسفر عبر طائرة خاصة، ولكن بعد التأكد من وجود طيران مباشر من القاهرة للمغرب تم التراجع عن الفكرة. وستقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد يوم السبت 4 نوفمبر المقبل. يتسلم النادي الأهلي اليوم تذاكر مباراة نهائي أفريقيا بعد الانتهاء من طبعها وختمها من مباحث الأموال العامة بالإسكندرية. وكان وزارة الداخلية قد وافقت على حضور 50,000 مشجع فقط للمباراة، وطرح النادي التذاكر للبيع عبر الموقع الرسمي، ومن المقرر أن يتسلمها الجماهير من المراكز المعتمدة. استقر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم على سفر إلى المغرب يوم 1 نوفمبر المقبل استعدادا لخوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال شيرين شمس المدير التنفيذي بالأهلي أن الفريق فضل السفر إلى المغرب في الأول من نوفمبر استعدادا للمباراة وقبلها بثلاثة أيام من أجل زيادة التركيز في المباراة. خاطب مسؤولو الأهلي السفارة المصرية في المغرب للتعرف على الأجواء هناك قبل سفر الفريق الأحمر الأسبوع المقبل للكازابلانكا لمواجهة الوداد المغربي في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس. ويرغب مسؤولو الأهلي في معرفة طبيعة الطقس خلال الفترة الحالية وأفضل أماكن الإقامة قبل المواجهة المرتقبة والتي سيتم بعدها تسليم الكاس لبطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
نادي الأهلي خطابا من الاتحاد التونسي لكرة القدم باستدعاء علي معلول ظهير أيسر الفريق قبل مباراة المنتخب التونسي ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. ومن المقرر أن يسافر معلول بعد مواجهة الأهلي والوداد المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مطلع الأسبوع بعد القادم لتونس للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده. نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية حول توقيع عقوبة مالية على نادي الأهلي بسبب إشعال الشماريخ خلال مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال عمرو شهيب مدير التسويق بالكاف في تصريحات صحفية أن ما تردد عن توقيع عقوبات على الأهلي بسبب الجماهير عار تماما عن الصحة، وأن تقرير مراقبي المباراة لم يتضمن أي إدانة لجماهير الأهلي. حذرت الصحف المغربية فريق الوداد من خطورة نادي الأهلي قبل مواجهته في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكدت وسائل الإعلام المغربية أن فريق الوداد عليه غلق المساحات جيدا في مباراة الذهاب بملعب الجيش ببرج العرب خوفا من تكرار سيناريو مباراة النجم الساحلي والتي انتهت بفوز الأهلي 6-2. وطالبت الصحف المغربية الوداد بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والاطمئنان لذلك، لأن الأهلي دائما ما يعود في مباريات الإياب، ودللت على ذلك بمباراة الترجي التونسي في ربع النهائي. أعلن زياد الجزيري المدير الرياضي لفريق النجم الساحلي التونسي استقالته من منصبه عقب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وقال الجزيري أنه اتخذ قراره بعد تفكير عميق ولا يعتبر ذلك هروبا من المسؤولية، لكنه يرى أنه قام بواجبه على أكمل وجه تجاه فريقه ولم يعد قادرا على المواصلة في ظل الظروف الحالية. وكان نادي النجم الساحلي التونسي قد خسر أمام النادي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية الأحد الماضي بنتيجة 6-2 وودع البطولة. نفى ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ما ورد في وسائل الإعلام حول تغريم نادي الأهلي مبلغ 178 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك والتي كانت تدير قناة النادي الأهلي. وأكد ياسر فتحي أن مركز التحكيم لم يصدر قراره والأمر ما زال محل نظر هيئة التحكيم والتي سيكون قرارها وحكمها ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وليس النادي الأهلي أو رئيسه محمود طاهر والذي ليس له صلة بالقضية والتي يتحمل مسؤوليتها المجلس السابق. مجلس إدارة الكرة برئاسة هاني أبو ريدة يوم 26 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين. وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية بعد غد الجمعة ولمدة أسبوع، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية
لإجراء الانتخابات ستعقد في يوم 26 من نوفمبر المقبل بمشروع الهدف 6 أكتوبر. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة مساء اليوم الأربعاء أمام فريق الحمامات التونسي في ختام منافسات الدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام في تونس خلال الفترة من 19 ل 30 أكتوبر الجاري. وتقام المباراة في تمام 7 بتوقيت القاهرة على صالة الجمعية الرياضية في مدينة الحمامات، والتي تستضيف البطولة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن عاصم حماد إلى الاستمرار في تقديم العروض القوية بعد أن تغلب الفريق على كل من هاتج الكونغولي وفانز الكاميروني في منافسات الدور الأول من البطولة. تفاصيل حول لقاء الأهلي والحمامات التونسي، والذي يبدو أنه بدأ. معنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من تونس. كريم، احكي لنا عن تفاصيل اللقاء الدائر الآن بين الأهلي والحمامات التونسي. لسوء الحظ يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من تونس. بالعودة للأخبار من جديد، أشاد عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بتونس بالأداء القوي من جانب اللاعبين في مباراة فانز الكاميروني بالدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، والتي وأثنى السعدني على المردود الفني والبدني من جانب لاعبي الفريق، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبي ومدربي كرة اليد المصرية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو تحقيق لقب البطولة. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. We'll be right back.
مجالاتنا في الأخبار العالمية، حيث أعلن الحارس الإيطالي جيان لويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي اعتزاله للعب نهاية الموسم الجاري. وقال بوفون في تصريحات لشبكة سكاي سبورت أنه مقتنع تماما بقراراته واختياراته، وأن موسم آخر أو موسمين لن يضيف لتاريخه شيئا. ووضع بوفون شرطا وحيدا للاعتزال، وهو حصول السيدة العجوز على لقب دوري أبطال أوروبا. ففي تلك الحالة يرغب بوفون في الاستمرار في اللعب والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. دخل نادي ليستر سيتي في مفاوضات مع مدرب ساوثهامبتون السابق كلود بويل لتولي تدريب الفريق. وذكرت شبكة سكاي سبورت أن ليستر سيتي على وشك التعاقد مع الفرنسي بويل صاحب 56 عام، والذي أقيل من تدريب ساوثهامبتون في يونيو الماضي. كان ليستر سيتي قد أقال مدربه كراك شكسبير منتصف أكتوبر الجاري بسبب سوء النتائج. أعرب الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي عن دهشته من تفريط نادي تشيلسي في اللاعب الشاب إدوارد، والذي تألق مع الجنرز أمس وأحرز هدفي الفوز على نورويتش سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية. وقال فينجر في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية أنه يتعجب من تخلي تشيلسي عن إدوارد، وأنه سعيد بوجود اللاعب في صفوف أرسنال. وأضاف فينجر أنه يثق في قدرات اللاعب على استغلال الفرص وإحراز الأهداف. يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من إنهاء التعاقد مع المدير الفني أنطونيو كونتي بعد البداية السيئة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وأشارت صحيفة ديلي إكسبرس أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب نابولي الإيطالي بعد تحقيقه نتائج طيبة مع الفريق. يذكر أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي كان قد دخل في خلافات مع إدارة تشيلسي في فترة ما قبل بداية الموسم، حيث لم توفر له الإدارة كل اللاعبين الذين طلب التعاقد معهم. يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك في موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن باريس سان جيرمان دخل في منافسة مع برشلونة للتعاقد مع كوتينيو، لكن مطالبات ليفربول المالية ستحول دون إتمام الصفقة. وذكرت الصحيفة أن ليفربول طلب مبلغ 150 مليون يورو لإنهاء الصفقة، وهو ما يجعل إتمام الصفقة صعب بسبب قواعد اللعب المالية النظيف والتي ستجبر باريس سان جيرمان على بيع بعض من لاعبيه. اعترف المدافع البرازيلي دانيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يفتقد فريقه السابق ريال مدريد، وذلك عقب رحيله عن النادي الملكي الصيف الماضي. وقال دانيلو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه قضى عامين في ريال مدريد فاز خلالها بألقاب عديدة لم يكن يحلم بأن يحققها، وأن ذلك جعل مسيرته مع النادي الملكي مميزة. وانضم دانيلو إلى مانشستر سيتي قادما من ريال مدريد في صفقة كلفت السيتي مبلغ 26 مليون جنيه استرليني. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، الأهلي يسافر إلى الإسكندرية صباح الغد استعدادا لنهائي أفريقيا.
ومن المساء البدري ثقة كبيرة في استعادة اللقب وننتظر دعم جماهيرنا. من المصري اليوم ملعب محمد الخامس يستضيف إياب نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي. ومن الشروق الأهلي يحدد موعد سفره إلى المغرب. من الوطن سبورت عدلي وعبد الحفيظ يجهزان إجراءات السفر لمواجهة الوداد. ومن البوابة سبورت الأهلي يحارب الإجهاد قبل موقعة الوداد. من الوفد اليوم طرح تذاكر مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا. ومن يورو سبورت عربية أزاروا ثالث العرب مشاركة بقميص الأهلي أمام فرق بلادهم. من يلا كرة الأهلي الأمن رفض زيادة عدد جماهير النهائي ولا داعي للسفر بطائرة خاصة. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة الأهلي يفوز على غزل المحلة 2-0 على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2015-2016. سجل هدف الأهلي عبد الله سعيد من ركلة جزاء وحسام غير. 1-0 لقرارة الاختراع بضربات الجزاء. أول ما تيجي عامل توكيل في الشهر العقاري ليه في اللقطة اللي فاتت. أنا بشوف الضربة الركنية أندور خطيرة ممكن جول 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 جول. حسام غالي الكرة إيه مش عايزة تدخل غالي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.